عوائل نازحة بعد أن فرت من جبل الزاوية إلى هنا في محطة المياه في محيط قرية عين شيب، لاحقتها حمم الطائرات الحربية الروسية إلى هذا المكان. مساء الأمس تعرض هذا المكان لقصف جوي روسي من قبل الطائرات الحربية، أسفر هذا القصف عن سقوط الشهيدين وأربعة جرحى في صفوف المدنيين. والله اللي صار امبارح الساعة 11 ونص بالليل، 11 ونص يمكن، طيران الروسي اجى شن غارة حربية على محطة المي بعين شيب غرب القرية، وفي عالم مهجرة من قرية الرويحة نازحين. الجماعة صار لهم هون، يعني الجماعة عندهم غنم وعندهم بقر وعندهم هايكي، ونايمين بهالليل وضربهم بصواريخ فراغية، وليك هاي التبن وهاي العلف وهاي البقر الفاطس كله، وراح عنا أربع شهداء الله يتقبلهم، وفي أربع جرحى. والله شوفت عينك شبك تحكي لتحكي ليك الكلام، يعني بينقصر الكلام. طلع إجرام ما بعد إجرام، عائلات نازحة هربان من جحيم آل الأسد وبوتين، لحقهم لهون. طلع قاعدين، طلع طلع عندهم غنمهم وأبقرهم، ليك بقرتهم فاطسة هون وبقرة واقعة فاطسة تحت بالجورة. إجرام ما بعد إجرام، لم نرى بعيوننا ولم نقرأ في التاريخ إجرام كإجرام بوتين وبشار الأسد. هذه عالم نازحة وجاي على جاي على أساس ما كنت آمني شو بك تحكي لتحكي؟ خرب بيوت الناس، قتلوا الناس، ولسه بيلاحقين لنا كمان الخزان الأمريكي لحقتنا تعاقب لنا فصائل. إذا لما ندافع عن نفسنا متعاقب على هذه إرهابي، هذه أساء ما بعرف بحبة زيتون. لك يا أخي دمرتوا دمنا وشردتونا وسفكتوا دماءنا، لك يا أخي ويتمتوا أطفالنا ودمرتوا منازلنا ومدارسنا ومساجدنا ومشافينا وكنائسنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. شو بدك تحكي لتحكي؟ حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة بالله العظيم. أكثر والله يعجز الكلام. هذه ليك الكاميرا، تفرج تفرج يا اخي، ليك التبن، التبن الاعلاف، اعلاف البقر والغنم، طلع على صوف الغنم. هاي وين الارهاب هون؟ وين المجرمين اللي احنا ولا احنا مجرمين؟ تواصل فرق الدفاع المدني السوري رفع الانقاض من هذا المكان في محطه المياه بمحيط قريه عين شيب بريف ادلب، بعد ان تعرض هذا المكان لقصف جوي روسي من قبل الطائرات الحربيه مساء الامس، في وقت تواصل فيه تلك الطائرات تصعيدها الجوي على المنطقه منذ الاحد الفائت. عبد الرزاق سرجاوي لراديو الثوره، مدينه ادلب.